استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط في قصر الروضة اليوم بمناسبة زيارته لمملكة البحرين لحضور أعمال الدورة 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية والاجتماع التحضيري للدورة 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكدت سموها على أهمية العلاقات البينية الوثيقة التي أسسها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة رؤساء الدول العربية وحرصهم على تعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشيدة سموها بدور جامعة الدول العربية خصوصا إدارة المرأة والأسرة والطفولة في مجال نهوض وتمكين المرأة العربية على المستوى الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره لمملكة البحرين على استضافتها لأعمال لجنة المرأة العربية تحت الرعاية الكريمة لسموها حفظها الله ودعم سموها الشخصي لمسيرة تقدم المرأة العربية وما تبذله سموها من جهود للارتقاء بالعمل العربي المشترك بصفة عامة ولتعزيز وحماية حقوق المرأة العربية على وجه الخصوص. ونوه أبو الغيط بالإدارة السياسية الواعية للدولة في مملكة البحرين بأهمية دور المرأة في المجتمع والتي دفعت بالمرأة البحرينية للانخراط في كافة مواقع صنع القرار المختلفة التي عملت على مساندة قضاياها وتحديث التشريعات التي تنظم أوضاعها وتطوير البرامج التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة. هذا ومنحت جامعة الدول العربية قلادة المرأة العربية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله تقديرا لمساهمات سموها الجليلة وجهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار تقدمها على وجه الخصوص وما تبذله من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية ولتبنيها ورعايتها للمشاريع والبرامج النوعية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وبما يحقق أوجه تكافؤ الفرص من أجل ضمان شراكة متكافئة وعادلة بين المرأة والرجل. وتسلمت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قلادة المرأة العربية خلال استقبال سموها في قصر الروضة لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط وبحضور المشاركين في اجتماعات الدورة 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية وكذلك الاجتماع التحضيري للدورة 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي كانت قد بدأت أعمالها صباح اليوم برئاسة البحرين وتحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة. ورحبت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى بوفد جامعة الدول العربية برئاسة معالي الأمين العام لجامعة الدول والوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء وقدمت سموها الشكر لمعالي الأمين العام لحضوره أعمال الاجتماع ومبادرة جامعة الدول العربية لتقدير وتكريم الجهود المبذولة في إطار متابعة تقدم المرأة البحرينية وتثبيت حضورها. وقدمت سموها تهنئة للمرأة العربية في يومها معربة عن تطلع سموها لأن تأخذ مناسبة يوم المرأة العربية حقها من الاهتمام والإبراز الإعلامي عبر تنظيم مثل هذه الملتقيات والفعاليات السنوية للاستفادة من التجارب العربية ذات الصلة وتبادل الخبرات وقصص النجاح. واقترحت سموها أن يكون هناك شعار سنوي للاحتفاء بهذه المناسبة في كل الدول العربية. وأشادت سموها بما حققته المرأة العربية من تقدم في دولها في مختلف المجالات مؤكدة أهمية إبراز ما تحقق من تقدم على حضور المرأة العربية بشكل عام والعمل المشترك لتوضيح الصورة الحقيقية عن المرأة العربية سواء في الإعلام الغربي خاصة وأن وسائل الإعلام التواصلي والتواصل الاجتماعي الحديثة باتت متاحة للجميع وأكثر تأثيرا في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع. ونوهت سموها بالمشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى باعتباره الانطلاقة الأساسية لإبراز تقدم المرأة البحرينية لإبرازها وفتح المجال واسعا للبناء على مساهمات المرأة البحرينية المبكرة في مختلف المجالات
التعليمية والصحية والعمل التطوعي والرياضي والإعلامي وكذلك المجال العسكري والقانوني وممارسة حقها في الانتخابات البلدية ضمن مسيرة مئوية بدأت مع تأسيس أول مجلس بلدي في العشرينات من القرن الماضي. وفي بداية الاجتماع قال الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط كلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع وما تضمنه من موضوعات مهمة وملحة تربط بتحسين وضعية المرأة في المجتمعات العربية وكيفية العمل على اتخاذ حقوقها، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل الفترة الحالية الحساسية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية وما تمر به من تحولات عميقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا الأمنية.
بدورها ألقت رئيسة الدورة 36 للجنة المرأة العربية هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة مملكة البحرين. رحبت فيها بالمشاركين مؤكدة أن حرص أمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط على حضورها الاجتماع يؤكد الاهتمام البالغ الذي تبديه أمانة الجامعة لدعم وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك والارتقاء بمنظومة العمل العربي وتعظيم أوجه الاستفادة من نتائجه من أجل مستقبل أكثر استقرارا وإشراقا للدول العربية، وبما يحفظ مكانة المرأة فيها ويضمن استمرار تأمين وحماية دورها كشريك أساسي في تنمية ورفاه أوطانها. من جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم المنصور ممثل الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسة الدورة 35 للجنة المرأة العربية، أكد الدعم الكامل لأنشطة جامعة الدول العربية بشكل عام ولجنة المرأة بشكل خاص لما تقوم به من جهود واضحة في دعم قضايا المرأة العربية على مختلف الأصعدة. هذا ويناقش المشاركون في الاجتماعات في هذه الدورة عددا من موضوعات تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، من بينها أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030 والمرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية ومناهضة العنف ضد المرأة والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة ووضع ميثاق عربي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي ومشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعوزة ومحدودة الدخل. نقرأ الكثير من الاهتمامات البحرينية بوضع المرأة في العالم العربي. هناك حماس لا شك فيه لدى سمو الأميرة سبيكة، لديها حماس، لديها معرفة بواقع المرأة العربية، ترغب في تطوير القوانين واللوائح المطبقة في الدول العربية لكي تستحق المرأة حقوقها وتستعيد أوضاعها. رأيت في الاجتماع اليوم معها أنها على معرفة وثيقة بكل خبايا التشريعات ولديها أفكار الحقيقة أفكار خلاقة وبها الكثير من الابتكار بشأن ولها واقعية في تفكيرها وفي نظرتها إلى المرأة، وضع المرأة البحرينية وما تحقق حتى الآن اعتمادا على ما سبق الوصول إليه على المسرح البحريني. طرحت أفكار خاصة بجائزة للمرأة العربية وللأسر المنتجة العربية، وكلها أفكار حقيقة جديرة بالدراسة والاهتمام، وسوف نسعى يعني ترجمتها إلى الواقع. المواقف التي تتخذها سمو الأميرة في دفع قضايا المرأة أمام المسرح البحريني والمسرح العربي، هو ده كان تحمسها لاستضافة لجنة المرأة العربية التابعة للجامعة العربية في البحرين. كلها مسائل تفرض أنه هي التي تتلقى هذه القلادة. واستضافة مملكة البحرين للجنة المرأة العربية في هذه المرحلة الهامة وتحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة بدعم حقيقي ومراجعة حقيقية لبنود جدول أعمالها الذي يتناول قضايا نحن نقول عنها في المنطقة العربية، هناك قضايا تاريخية ثم هناك قضايا مستجدة أو ناشئة. غدا سوف نبلور رسالة عربية خاصة بالإجراءات التي سوف تأخذها الدول العربية لتحقيق هدف التمكين الاقتصادي، أخذين بعين الاعتبار التحديات والظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. بداية مساء الخير سيدة الأنصاري، هذا التكريم بلا شك يأتي اعترافا بجهود صاحبة السمو الملكي في دعم وتمكين المرأة، هل لك أن تحدثينا عن هذا الدور الهام وأيضا جهود سموها على الصعيدين سواء كان المحلي أو العربي؟ مساء النور وشكرا لتلفزيون البحرين على اهتمامهم باللفتة الكريمة لجامعة الدول العربية بمنح سموها قلادة المرأة العربية تقديرا لعطائها اليوم كشخصية قيادية مؤثرة الحقيقة في مجال تقدم المرأة وتحديدا على مستوى إدماج احتياجات المرأة في التنمية وإيجاد نظام عمل مؤسسي حقيقي يتولى متابعة الجهود الوطنية المبذولة على صعيد تمكين المرأة ومتابعة تقدمها. طبعا لابد من وقفة لتهنئة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله على مثل هذا التكريم العربي الرفيع المستوى، ونهنئ أنفسنا أيضا بمثل هذه القيادة النسائية الرائدة والحريصة على مساندة عطاء المرأة البحرينية وبذل كل ما يلزم لتميزها وتفوقها. وأنا أرى التكريم يأتي في سياق طبيعي للجهود الكبيرة التي تبذلها صاحبة السمو اليوم ميدانيا من خلال رئاستها لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة. طبعا إسهامات سموها غنية عن التعريف وجهودها ماضية بعون الله لخدمة وطنها، وكما تؤكد في كافة المناسبات صاحبة السمو تؤكد دائما بأن النتائج المؤثرة والملموسة هي اللي لابد تكون صدى النجاح. والمتابع لعمل سموها على دراية وعلم طبعا بأن مسيرة عملها ليست فقط مرتبطة بتأسيس المجلس على المرأة، بل بدأت منذ تولي صاحب الجلالة حفظه الله لمسؤولية ولاية العهد، فهي منذ ذلك الحين وهي تدعم جهود العمل النسائي سواء كانت اجتماعية أو خيرية أو تنموية. واسمح لي أخص بالذكر هنا المشروع الوطني لتمكين الأسر المنتجة اقتصاديا. نعم. يعني هذا المشروع رعته صاحبة السمو منذ ما يقارب 40 عام إلى أن وصل صيته عربيا من خلال تخصيص سموها لجائزة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية. نعم. وتم منحها للعديد من الدول العربية، ومن ضمن الدول اللي مشاركة معانا في اجتماعات اللجنة العربية كرروا أكثر من مرة أهمية تخصيص مثل هذه الجائزة ومدى استفادتهم هم كدول. نعم. من الحصول على هذه الجائزة لتشجيع مشاريعهم المتميزة في مجال. نعم. الأسر المنتجة. نعم. طبعا لابد أن نذكر هنا المبادرة الجديدة التي قامت صاحبة السمو مؤخرا أيضا بإطلاقها وتخصيصها، وهي جائزة صاحبة السمو الدولية لتمكين المرأة، وسيتم فتح باب الاشتراك لها إن شاء الله الشهر الجاي في أعمال خلال أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. نعم. وطبعا هاي بالإضافة إلى بصمات سموها ومساهماتها يمكن اللي ما يسمح لنا الوقت اليوم أن احنا نتناولها بشكل مفصل من أجل يعني دعم الجهود الوطنية لاستدامة تقدم المرأة البحرينية. نعم. إذن سعادة سيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كنت معنا عبر الهواء مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.